السلام عليكم. تزايدت حوادث الاغتيالات في محافظة تعز بشكل كبير خرج عن سيطرة السلطات المحلية والأمنية. حوادث الاغتيالات تستهدف بشكل خاص جنود الجيش من الألوية المختلفة التابعة لتعز. يقول متابعون إن المجرمين يتواجدون في أوكار تسيطر عليها فصائل مسلحة ترفض الاندماج في الجيش والخروج من المدينة وتسليمها للوحدات الأمنية. أصبحت الاغتيالات هي المشروع الأكثر انتشاراً في تعز، إذ وصلت جرائم الاغتيالات فيها إلى مستوى قتل الأبرياء وإخفاء جثثهم في بعض المنازل. اغتيالات متبادلة ينفذها النافذون والمسلحون داخل تعز على مرأى ومسمع من الجيش والأمن. محافظ المحافظة كان قد أعلن عن حملة أمنية قبل أسابيع، لكنها لم تحقق أهدافها ولم تتخلص من المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون من داخل المدينة. أمام هذا الوضع المزري، لماذا يعجز الرئيس هادي وحكومته عن التحرك وفعل ما يلزم فعله؟ ولماذا لا يخرج المحافظ ويصرح الشعب عن خلفية هذه الجرائم؟ هل ستستمر الفصائل المسلحة تتقاتل داخل تعز؟ أم ستذهب إلى جبهات القتال مع الحوثيين؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في مسائنا اليمني. إلى التقرير. صام أهالي تعز مع حلول شهر رمضان، لكن القتلة لم يصوموا عن دماء أبناء المدينة. لا يكاد يمر يوم في تعز إلا ويسمع الناس عن حادثة اغتيال معظمها تستهدف جنودا في الجيش أو إحدى المجاميع المسلحة. عدم حسم اللجنة الأمنية أمرها مع الفصائل المسلحة وإخراجها من المدينة هو أحد أهم أسباب استمرار مسلسل الاغتيالات. هي حرب باردة بين قادة الفصائل يتراشق بها قادة الفصائل بالدم والذي يذهب ضحيته أتباعهم. نطالب من قيادتنا ضبط وربط الأمن والمحافظة على الجنود الباقيين الذين موجودين في محافظة تعز. يقاتلون في متارس القتال مع الحوثيين ويعودون ليقتلوا داخل المدينة. تصوير مكثف لبؤس الحال الذي وصلت له المدينة، إذ يقتل الرجل حيث يفترض أن يكرم ويسفك دمه في الوقت الذي ينتظر انتصاراً لقضيته. لم يعد من جدوى لبقاء الفصائل المسلحة داخل تعز سوى لمن يريد سفك دم المزيد من الأبرياء واستمرار مسلسل الاغتيالات والتعذيب وإخفاء الجثث داخل المنازل. هذه مذكرات أصدرها محافظ تعز يكلف فيها قائدي الجيش والأمن بالتحرك فوراً لمداهمة أوكار القتلة والقبض عليهم، لكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن، إذ يقول البعض إن القبض على القتلة يقتضي خوض معارك كبيرة مع زعماء المجاميع المسلحة التي فشل المحافظ والجيش في إخراجها من المدينة. بقاء هذه الفصائل يعني بقاء مسلسل الاغتيالات، معادلة أثبتت صحتها منذ أكثر من عامين، وما لم تسعى الحكومة والسلطة المحلية لبسط نفوذ الدولة وإخراج الفصائل المسلحة من المدينة فإن الحال لن يتغير ونزيف الدم لن يتوقف. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة ينضم معنا عبر الهاتف بداية أسامة الشرعبي المتحدث باسم الشرطة بتعز. من هناك سينضم معه آخرون عبر الدي تي ال وأيضا عبر الهاتف. نقيب أسامة، مذكرتان من محافظ المحافظة لمدراء الشرطة والأجهزة الاستخباراتية أيضا الأمنية والعسكرية يطالبها بسرعة مداهمة أوكار الجناة وملاحقة مرتكبي جرائم الاغتيالات. أولا، هل تنتظر الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية توجيهات المحافظ للقيام بمهامها؟ أيوة نعم. نقيب أسامة تسمعني؟ نقيب أسامة أنت معنا على الهواء، هل تسمعني؟ الصوت غير واضح. تمام، سأحاول أرفع صوتي. سيد أسامة تسمعني الآن؟ أيوة نعم. نعم، إذن كنت تحدثت عن مذكرتين يعني من محافظة المحافظة لمدراء الشرطة والأجهزة الأمنية بسرعة مداهمة أوكار الجناة وملاحقة مرتكبي جرائم الاغتيالات. بداية يعني سؤالي، هل تنتظر الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية أيضا توجيهات محافظة المحافظة للقيام بعملها؟ بداية
أسأل الله مساكم بكل خير، ونسأل الله أن يمن على تعز الأمن والأمان والسلام إن شاء الله. نحن لا نقول هي تنتظر، الأخ محافظ المحافظة هو المسؤول الأول وهو رئيس اللجنة الأمنية، وهذا الملف حظي باهتمام بالغ من قبله منذ توليه منصب محافظ المحافظة، لذلك فهو يتابع كل جديد بهذا الشأن وكل صغيرة وكبيرة. ثانيا، هذه التوجيهات هي تأتي في سلسلة إجراءات أو نقول رؤية متكاملة تم الاتفاق عليها، بدأت بالعملية التي كانت في الشهر الماضي ويعني انتهت بسيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على مقراتها الرسمية في المنطقة الشرقية، وكان في الخطة والمتفق عليه أن هذه الأجهزة ستباشر إجراءات أمنية وانتشار في المنطقة وأيضا انتشار واسع على مستوى المدينة. المذكرات الموجهة من الأخ المحافظ والمحافظة تأتي في هذا السياق وفي إطار المتابعة المستمرة للملف والإجراءات. نعم، قد نفهم المذكرة الأولى أنها من باب المتابعة أستاذ أسامة، ولكن المذكرة الثانية توضح أن هناك يعني عدم استجابة للأمر الأول، وهناك يعني تحذير بتحملكم يعني كشرطة عسكرية المسؤولية، يعني إن لم يكن إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة، يعني ليست في إطار فقط المتابعة، أليس كذلك؟ لا يا أختي العزيزة، هذه أمور إدارية متعارف عليها، أنه مذكرة تعقبها مذكرة، هذا أمر لا يعني أمر معتاد عليه في الإجراءات الإدارية، والقضية لا يوجد هناك أي رفض أو ممانعة من قبل الأجهزة الأمنية لتنفيذ توجيهات المحافظة، ربما هناك خصوصية لعمل هذه الأجهزة، هناك أولويات، هناك ترتيبات، هناك إجراءات تقوم بها في سبيل تنفيذ توجيهات الأخ محافظة المحافظة. طبعا هناك اجتماع مستمر منذ أمس مساء واليوم في منزل الأخ محافظة المحافظة بقيادة الأجهزة الأمنية والقيادة العسكرية لتدارس آلية تنفيذ التوجيهات الأخيرة التي تتحدثون عليها. نعم، لكن يعني أنا كمواطن لا تهمني هذه الإجراءات ولا هذه الشكليات، يهمني أن تضبط المسألة بصورة أسرع نقيب أسامة، يعني أن ينتظر المواطن التوجيه من المحافظ ثم الإجراءات التي ستليها بعد ذلك إلى أن يتم مداهمة أوكار هؤلاء يعني المسلحين، ملاحقة مرتكبي جرائم الاغتيالات، ألا تجد أن المسألة لا تحتاج لهذا الروتين؟ يعني هذه مسألة روح، مسألة أمن، مسألة سلامة المواطنين. معروف أختي العزيزة، ونحن نقدر ذلك ونعمل ليل نهار وبكامل طاقتنا من أجل استتباب الأمن وانتشار الأمن وعودة مؤسسات الدولة في كافة مناطق وأحياء محافظة تعز، والقضية ليست قضية انتظار أو تباطؤ، القضية كما قلت لك هناك أولويات، وأيضا الأجهزة الأمنية ما حققت في الشهر الماضي. ما هي هذه الأولويات نقيب أسامة؟ هل حدثتنا عن هذه الأولويات؟ أنا أقول لك الأولويات هي خصوصية تعز التي تعيشها الآن، تعز تعيش مرحلة يعني مرحلة حرب مستعرة، تعز تعيش حالة انهيار كامل لمؤسسات، يعني نحن لا نتكلم عن وضع مثالي، أوامر تصدر وهناك قوة جاهزة أو إجراءات جاهزة تنفذ، الوضع ما زلنا في إطار ترتيب وإعادة إحياء هذه المؤسسات المنهارة، أنت تعرفي أن كانت إدارة عام الشرطة لديها مقرات مؤقتة داخل المدينة، والعملية الأخيرة عدنا فيها إلى مقر الإدارة الأساسي وبدأنا بعملية الترميم، هناك صعوبة، هناك مشكلة تواجه الأجهزة أو كافة المؤسسات تعز، هناك ومع ذلك نحن نحقق إنجازات، يعني نعرف أن لولا تواجد الأجهزة الأمنية والعملية التي تمت الشهر الماضي لما كشف عن هذه الجرائم، يعني تواجد الأجهزة الأمنية خلق نوع من الاطمئنان، خلق نوع من الالتفاف الشعبي، أيضا هناك كثير من الجرائم أو المشاكل الأمنية التي كنا نشهدها
يعني تم القضاء عليها. يعني شهدنا يعني فترة تخريب الأسلاك ويعني نهب البنية التحتية، وهذه تم السيطرة عليها. لدينا الآن مشكلة التفجيرات والتفخيخات، هذه المسألة يتم الآن العمل عليها بكل يعني جدية وبكل طاقة الأجهزة الأمنية وبكل اهتمام من قبل قيادة المحافظة والمسألة. نعم، اسمح لي نقيب أسامة، يعني بعد الاتفاق الأمني الذي حدث واللجنة الأمنية ومهامها التي تتحدث عنها، توقع الناس أن يعني تستبشر المدينة خيرا وأن تهدأ الأمور، ولكن يعني الجميع فوجئ بالعكس. لا يمر يوم أو يومان إلا وهناك حادثة اغتيال أو حادثة اختطاف أو حادثة قتل بطريقة أو بأخرى. يعني ما هو السبب برأيك؟ يعني لما لم يتم ضبط الأمور إلى حد الآن؟ اولا يجب ان يعرف الجميع انه بالنسبه للمشاكل الامنيه والملف الامني يتم العبث فيه باعداء الانظمه الامنيه المنضبطه والمتكامله والمدعومه، يعني انظمه عالميه على مستوى في ملفها الامني. ثانيا، نحن ليس لدينا عصا سحريه ان تصدر اوامر او توجيهات او نواجه مشكله ونحلها بنفس الوقت وبالسرعه التي تطالبين بها. ثالثا، انه العمل الان جاري زي ما مثلما قلت لكم ان القضيه بحاجه الى ترتيب وان هناك عمليه امنيه ستتم في القريب العاجل. رابعا، ان المشاكل الامنيه التي تطفو على السطح دائما ونحن عالجناها على مدى 3 سنوات. نعم، دائما ما تظهر المشاكل الامنيه الكبيره عندما يكون هناك ترتيب او اجراء امني على الارض. نتمنى أن يحل الأمن على مدينة تعز في نهاية الأمر. هذا هو ما يهمنا نقيب أسامة، أن تحظى المدينة بالأمن والأمان. شكرا جزيلا لك نقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم الشرطة بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وأنتقل إلى استوديوهات عدن، معنا عبد الهادي العزازي عبر الأقمار الاصطناعية. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. وربما سؤال عام أستاذ عبد الهادي، لما لم تتعافى تعز حتى الآن؟ أين تكمن المشكلة بالضبط؟ أعتقد أن تعز لم تتعافى إلى الآن في المناطق المحررة وليست في المناطق غير المحررة أو مناطق التماس والجبهات، لأن هنالك نوعا من الاختلال في الأداء، هنالك إشكالية أساسية مع الأسف الشديد أقولها بكل وضوح. عندما يتم حشر مجموعة كبيرة من القيادات تفتقد الخيال السياسي، فإن هذه المسألة تصبح مشكلة يصعب حلها بشكل كبير. المشكلة الأمنية ببساطة تحتاج إرادة قبل الإمكانيات، تحتاج نوعا من التنظيم قبل حشد هذه المسميات والإمكانيات، تحتاج نوعا من البيئة الحاضنة. البيئة الحاضنة متوفرة، الأجهزة وقياداتها متوفرة، الأمن مختل ليس في المدينة فقط لكنه أيضا مختل في المديريات بشكل مختل في المديريات بشكل عام، وهنا تكمن الإشكالية. الإشكالية الحقيقية أقولها بكل وضوح وبكل صراحة في تعز هي القوى المسلحة. القوى المسلحة وهي قوى نظامية معروفة برئاساتها سواء الألوية، هنالك ضعفا من الألوية في السيطرة على بعض الوحدات التابعة لها أولا، هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية، علينا هنا أن نترحم على 256 من وصلوا إلى يوم أمس من الاغتيالات في تعز، عندما كانت إلى أن بدأت الحملة الأمنية بالانطلاق داخل المدينة 230. كنت واحدة من المتواجدين في المدينة، كنا نسمع أن فلان عسكري قتل، فلان جرى اغتياله بسبب الآلي الذي يحمله. لو حسبنا المسألة بقطع السلاح لدينا 256 قطعة سلاح مفقودة. إذا هذه العمليات ترتب داخل مربعات محددة في المدينة تمتد مباشرة من سوق القبة الذي يلي المحافظة، في مباشرة الشارع الموازي لشارع جمال
الشمال قريبة من مقر المحافظة وحتى المنطقة الشرقية. هناك مصيدة للإخوة العسكريين الذين يصعدون وينزلون إلى مشرعة وحدنان في منطقة الجمهوري والدمغاء، المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة. هذه المنطقة هي خط التنقل بين صبر والمدينة. نسمع يوميا أن هناك حوادث اغتيالات. المنطقة أيضا تتركز ما بين المركزي وشارع جمال وباتجاه المدينة القديم، هذه المربعات، وباتجاه منطقة الجمهوري وسوق الصميل. هذا فيما يخص المدينة. لكن سمعنا عن حوادث حدثت في سوق البيرين، في النشمة، قرأنا مطولة لمدير عام مديرية المعافر يشكو فيها من اللواء 35 وتبعاته والكتائب التي تتبعه، المسمى بكتائب أبو العباس أو كتائب فلان وفلتان. هذه مسميات على أولاً. إذا أردنا ضبط المسألة الأمنية بدرجة أساسية، ما نعرفه أن الأمن معلومة، ثم قوة خشنة وهي الجيش والأمن وقرار. هذه العملية وأجهزة استخباراتية. لدينا جهازا للأمن السياسي في محافظة تعز، لدينا جهازا للأمن القومي، ولدينا الاستخبارات العسكرية. ثلاثة أجهزة غير قادرة على توفير عدد من المعلومات. ربما من يقومون بهذه الأعمال لا يتجاوزون 50 شخصا. هنالك مطلوبين أمنيين منذ عام ونصف في الشمايتين، مديرية الشمايتين التي عاصمتها التربة، لم يتم إلقاء القبض عليهم. الجميع يريدون قوة خارقة تأتي من السماوات العلى أو كتيبة من الكمندوز أو من المارينز مثلا. نعم. لإلقاء القبض الهدي على مجموعة، من السهل أن يلقي عليهم القبض مواطنين. نعم. كان معنا المتحدث باسم الشرطة بتعز وتحدث عن صعوبة هذه المسألة. المسألة ليست عصا سحرية كما قال، هناك كثير من الترتيبات والأولويات لديهم يعني هي التي تعيق ضبط الأمن حتى هذه اللحظة. هل يعني تجد أن هناك أولويات قد تعيق ضبط هؤلاء المسلحين الذين تتحدث عنهم، وضبط أيضا الألوية التي لم تستطع يعني ضبط وحداتها التابعة لها؟ هي المسألة ليست وحدات الأمن. الأمن العام بشكل عام ضعيف، لكن لديه ذراع عسكري اسمه القوات الأمن الخاصة. الجيش لديه ذراع عسكري طويل وهي الشرطة العسكرية. أيضا هنالك أجهزة المعلومات الثلاثة الاستخباراتية داخل المدينة، وهناك تعاون. الغريب أن هناك بيئة حاضنة لديها الاستعداد للتعاون، لكن مع الأسف الشديد إدارة الأمن لم تفتح قنوات للتعاون، لا قنوات لتلقي المعلومة ولا قناة للتعاون. يكتب دائما في البيانات أشبه بالكليشة، نحن ندعو المواطنين إلى التعاون ولا يحدد كيف. أنا أسأل عن الكيفية، هذا أولا. اثنين، عندما نتكلم عن اللجنة الأمنية، أتمنى أن تجتمع اللجنة الأمنية ويحضرها مدراء الأمن في المديريات كافة المحررة ومدراء عموم المديريات. يجب أن يحضر هؤلاء داخل اجتماع اللجنة الأمنية ويصبحون شركاء. القوة العسكرية الموجودة من حيث العدد في تعز تتجاوز 30,000 جندي كعدد. هنالك 6 ألوية عسكرية. هذه الألوية العسكرية لها كتائب، لها كتائب مهام خاصة. أين ذهبت كتائب المهام الخاصة؟ مع الأسف الشديد الأسماء معروفين، الأوكار هذه معروفة، الجماعات معروفة. تم إفشال عمل اللجنة الأمنية 3 مرات. آخر مرة تم إفشال عمل اللجنة الأمنية تدخلت كتائب أبو العباس باشتباكات، ظهرت قوة سياسية وقوة اجتماعية داخل مدينة تعز تقول هذه اشتباكات بين الدولة، بين الإصلاح وما بين جماعة أبو العباس، وهذا نوعا من قلب الحقائق والتماري مع جماعة مارست اغتيالات ل 230 جندي. أنا أتحدث عن 230 جندي، كان هؤلاء يمكن أن يكونوا ضحايا في تحرير 3 مديريات. اليوم يسقط هؤلاء غير مأسوف عليهم، غير مأسوف عليهم حتى لا تقرأ عليهم الفاتحة. الجميع يصمت. هل هؤلاء سوف يدفعون إلى أننا نستدعي القبائل لحماية أبنائهم الموجودين ضمن قوام الجيش من مجموعة سبق أن اشتكى
منها مدير الأمن الشعيبي أثناء المحافظ ماقب في 2011 شوقي أحمد هايل، كان قد اشتكى مدير الأمن علنا قهارا عن مجموعة أسماء لا زالت ضمن هذا القوام. عندما تم التحرك تدخلت كتائب أبو العباس، تم القصف من قلعة القاهرة. هل هذه أيضا من منطقة الأمن السياسي؟ هل يتم حماية هذه الجماعة التي جرى التحرك لضبطها من قبل هذه المجموعات؟ أرى أولا أن كل جماعة من الجماعات يجب أن تندمج في الجيش وتصبح هناك جيش ينتهي مسميات ما قبل الجيش، جماعة كتائب ومسميات لواء لا أعرف من، لواء الحسن، لواء سعيد، لواء عقلان، لواء دبوان، هذه المسميات يجب أن تنتهي. يظهر الجيش، هنالك قانون وانضباط عسكري، نحن بحاجة إلى استكمال: واحد، النيابة العسكرية في تعز، اثنين، القضاء العسكري في تعز لحساب العسكريين أولا، ويجب أن تقوم محاكمات ميدانية. العملية الثانية، نحن بحاجة إلى محكمة أمور مستعجلة في المحافظة. هذه العملية الثانية، ونحتاج إلى نيابة أمور مستعجلة أو نيابة مناوبة يتم تحويل القضايا إليها. نعم، برأيك أستاذ عبد الهادي، يعني ابتداء من المدير، نعم، هل هناك موقف واضح للمحافظ والسلطات الأمنية مما يحدث في تعز؟ المحافظ والسلطات الأمنية أصدروا بياناً واضحاً، حددوا أن لديهم خصمان في محافظة تعز. هذان الخصمان هما الانقلاب أولاً، والذي يرتبط بمسألة التحرير وبالجبهات، والخصم الثاني هو الإرهاب. كيفية التعامل مع الإرهاب وآلية التعامل معه، هذه هي القضية التي تتحرك في تعز. نسمع عن قرارات ولا نسمع تنفيذ، نسمع عن قرارات ثم تظهر لنا بشكل اعتراضي جملة الإمكانيات. ما الإمكانيات المطلوبة؟ أعتقد أن المقاومة داخل هذه المدينة خرجت تقاوم بلا إمكانيات، انتزعت جزءاً أكبر من المدينة. عندما تحولنا إلى قوة نظامية أصبحت هنالك أطرافاً تدعم الطرف الفلاني والطرف الفلتاني. تعز ربما تكون ضحية فئتين بدرجة أساسية: أبناء تعز المقيمين في مقاهي القاهرة وأبناء تعز في الرياض. هؤلاء هم المسؤولين بدرجة أساسية من نخب تعز عن ما آل إليه الوضع في تعز. الجميع يريدون أشخاصا عديمي الجدوى، لا يريدون مدير أمن قوي، لا يريدون مدير قوات خاصة قوية، لا يريدون تفعيل الأجهزة، يريدون دولة ويمانعون من حضور الدولة. يريدون دولة، ولا أفهم ما هو المعيار لهذه الدولة، ما هي مسمياتها. عندما تقرأ ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي تعيش حالة من الحيرة والقلق. على الإخوة في تعز أن يحددوا ماذا يريدون. المسألة الأمنية مسألة أمنية، الدولة دائما نقول أن عرفها بارود، هذا المعروف دائما. القوى الخشنة لا تفاوض ولا تدين ولا تندد، مهمتها إلقاء القبض على هؤلاء وإحالتهم. مع الأسف هنالك بعض السجون لدى بعض المعسكرات، وأنا أعرفها تحديدا ولا داعي لذكرها بالاسم، يجب أن تحال إلى قوى الأمن. هناك سجن مركزي داخل المدينة، يجب أن ترحل كل من لدى عليهم أي قضايا أو خلافات، يجب أن يرحلوا إلى السجن. وعلى الأخ وكيل نيابة تعز الحركة لفحص هذه الملفات الموجودة جميعا، على الإخوة في لجنة حقوق الإنسان الحركة للضغط على بعض القيادات في المعسكرات التي تحتجز مدنيين على قضايا مدنية. هذه ليست مهامها ما دام الأمن متواجد. الأمن متواجد في كل المديريات، هنالك مدراء أمن. هل يعني نعم. مشكلة تعز حاليا هل نعتبرها مشكلة داخلية وبسبب عدم اتفاق أطرافها السياسية؟ لا، مشكلة تعز ليست داخلية بقدر ما مشكلة تعز خارجية يتم عكسها داخليا. مشكلة تعز خارجية يتم عكسها داخليا. هنالك قوى تضغط على المحافظ من خارج المحافظة ولها أدوات في الداخل. هنالك قوى تحاول أن تكون لها أذرع عسكرية، وبالتالي قامت بتحالفات مع بعض المكونات العسكرية ذات البنية الميليشياوية. مع الأسف الشديد الجميع عاجزا على أن يقول أن على القائد الفلاني، على اللواء 17، على اللواء 22، على اللواء 35، على اللواء 45 تسليم أي مطلوبين موجودين ضمن كشوفات هؤلاء بالاسم دون قيد أو شرط وتحديد فترة زمنية، ما لم يعتبر هذا الشخص والجهة العسكرية التي ينتمي إليها خصما للجيش وخصما للأمن وخصما لمحافظة تعز.
هذه العملية، لكن أن تستمر العملية إلى ما لا نهاية قد نغلق العام ويكون لدينا 2000 مغتال داخل المدينة ولدينا في الجبهات 400 شهيد، وبالتالي هذه تصبح قسمة ضيزة ونوعا من العبث. مع الأسف الشديد في المناطق المحررة على الجيش أن يترك خط الإسفلت، أن يترك أن يرفع النقاط عقب أن تسلم النقاط للأمن. على الإخوة في إدارة الأمن في المحافظات أن يعملوا كأمنا للمواطنين، لا أن يتحولوا قوى ابتزاز واجتهاد فيتفوض مدير الأمن نفسه بدلا عن القضاء والمحكمة وبدلا عن الجميع ويتصرف كأنه الآمر الناهي. يجب إعادة هيكلة أقسام الشرطة. كان الأخ منصور الأكحلي قد طرح أنه لا يمكن أن يقبل أحدا في أقسام الشرطة ما لم يكن مؤهلا، لديه قوة كاملة عددها 13,000 عنصر قوة الأمن في تعز تتكون من المرور والبحث الجنائي والنقدة وأيضا والأمن المركزي لديه عدد يقال بين 2,000 إلى 3,000. الجميع يتكلم عن الإمكانيات. هل السيارات والمقرات هي من سوف تقوم بالعمل؟ هذه مسألة أعتقد أن هنالك نظاما تقليدي متفقا عليه كان يبدأ من عاقل القرية إلى شيخ العزلة وإلى المديرية، وهنالك مجموعة كبيرة من الوجاهات وأدوات الضغط، عاقل الحارة، أدوات نقل المعلومات، المرشدين. هذه الأدوات لماذا لا يتم الاستعانة بها ولماذا لا يتم ضبط هذه المجاميع؟ إن كان من يغتالون في تعز يستخدمون الدراجة النارية، لماذا لا يستخدم الأمن الدراجة النارية؟ يبيع أحد الأطقم ويشتري عددا من الدراجة النارية ويعمل انتشار ويتم التعميم، يمنع صعود أي حامل سلاح على دراجة نارية أيا كان المبرر. ومن كان هنالك قرار قد صدر بهذا الاتجاه. مع الأسف الشديد صدر قرار وكنت في تعز بمنع إطلاق النار في الأعراس، وجدنا مجموعة من الإخوة العسكريين يستخدمون 12.7 ودشكات 14.5 في الأعراس وهم عسكريين. لا يتم سنتابع الحديث أستاذ عبد الهادي. هنا يعني من يخترق القرار هم العسكريين. صحيح، يعني هذه هي المشكلة، يعني إذا لم يطبق القرارات يعني المعنيين بهذا الأمر فما الذي ننتظره من المواطن؟ اسمح لنا أستاذ عبد الهادي أنت وأستاذ المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. من تعز القرية حرب. أنا كنت بدحي هربت لبرباشا الحرب عشان بالحصاب قام دقدق بيت الحصاب. رجعنا للبيت حقنا الحصاب قام دقدق وهربنا لبرباشا نرجع لا الحصيب هربنا البرباطة نرجع الحصيب في حال أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، لو تحدثنا عن الوضع الآن بعد تسليم المؤسسات يعني التابعة للدولة، ما هو وضع كتائب أبو العباس والمجامع العسكرية الأخرى من الخارطة العسكرية في المحافظة؟ هل تم اندماجها حتى الآن أم لا؟ تسليم المقرات يعني بدرجة أساسية تسليم المدينة إلى يد الأمن. علينا كقوة مسلحة أن تنزح من هذا المكان، لديها قذائف خطرة، لديها مدافع، لديها معدات. ماذا لو تعرضت لقصف، لو تعرضت لضربة مثلا لضربة صواريخ من التي يطلقها الحوثي؟ سوف يذهب الحي بأكمله ضحية لمخزن بسيط. علينا أن نتمتع بقليل من المسؤولية. نحن أبناء تعز نتحمل مسؤولية تعز جميعا فردا فردا، قوى سياسية
قوى اجتماعية، قوى عسكرية، رجال أمن، مثقفين في الداخل في الخارج. علينا أن نتخلص قليلا من أنانيتنا. نحن نعيش حالة من الأنانية، نريد أن ننتج أشخاصا للمؤسسات بمقاسات محددة نريدها نحن. أنا لا يهمني شكل من يقود المؤسسة، سين، صاد، أصفر، أحمر، أبيض، أخضر، أيا كان شكله، كيف يعمل، هل الأمن لأمن المواطنين؟ علينا أن نعي أن هنالك رحيل لرأس المال من داخل محافظة تعز. هناك مؤامرة أكبر من هذه المؤامرة، هناك حالة من التجويع. ما حصل بضرب الصليب الأحمر هي استهدافا للإغاثة في تعز، استهدافا لكل مواطن تعزي. ما يحصل من مسألة الرعب الذي يتعرض له التجار، حالة الابتزاز، تحول بعض القادة العسكريين إلى شيخ ومحكم ويفصل في القضايا ويحبس ويأمر وينهي ويعمل أحكام. هؤلاء من فوض لهم هذه الصلاحيات؟ على الإخوة القادة العسكريين أن يعوا أن هذه جرائم حرب، هذه جرائم حرب، وأن صمتنا قد طال أكثر مما يجب. يا أخي، هؤلاء جعلنا منهم قادة عسكريين، فيجب أن يكونوا بحجم المكان الذي طرحوا فيه، طرحهم الناس على رؤوسهم. أخاف أن يثقلوا كثيرا، فلا ندري إلا وقد طرحوا على الأرض ليداسوا من قبل الناس. هذه قضايا أساسية على قادة الكتائب وعلى قادة السرايا والوحدات والألوية وأركان الحرب استكمال هيكلتهم والتعامل بحزم. أنا على ثقة لو جرت محاكمتان فقط في تعز أن هذه القضايا سوف تغلق ملفها. الدولة دائما لا محاكمتان فقط كالتي حدثت في عدن في قاتل الدكتورة، أنا أعتقد أن تعز سوف تهدأ بشكل كامل. هنالك عشرات من القتلة الذين هربوا من السجن متواجدين الآن ضمن وحدات الجيش وفي المديريات طلقاء. لماذا لا يقوم مدراء المديريات ومدراء الأمن، مدراء الأمن مع الأسف الشديد في المديريات والضباط الذين لديهم تحولوا إلى عساكر تنافيذ أشبه بجماعة الخابطي في فترة بيت حميد الدين؟ هذه قضايا أنا أخلاقيا نترفع عن ذكر القضايا الصغيرة جدا. لم يتم عقد لقاء موسع للمعنيين بالمنظومة التقليدية للأمن من مشايخ وعدول ووجهاء وقيادات سياسية في كل مديرية. لماذا لا يحضر مدراء المديريات ويطرح الإشكالات التي يعانون منها داخل اللجنة الأمنية؟ لماذا لا تكون قرارات اللجنة الأمنية باتة نهائية ملزمة، باتة ونهائية وملزمة ومزمنة زمنيا ويحدد من التنفيذ؟ أنا أخاف أن نكون داخل نسمع قعقعة ولا نرى طحين. هنالك هل وصل الخوف إلى القادة العسكريين فأصبحوا يخافوا من الجماعات المنفلتة أن تقوم باغتيالاتهم؟ لا يفسر المعنى إلا بذلك. أتمنى أن لا نضطر مع الأسف الشديد لدعوة المواطنين إلى حماية أنفسهم. إن كنت عاجز وغير قادر على حماية الناس فادعي الناس إلى حماية أنفسهم، وندعي الألوية إلى تشكيل فرق لحماية الألوية، كتيبة كتيبتين لحماية الألوية. عندما يتم اغتيال شخص في مكان معين يطوق المكان إلى أن يتم تسليمه، وكما يقال بالحكم القبلي الطارف غريم من أبناء هذا الحي أو القبيلة أو المنطقة. هل يدفعنا الإخوة للعودة إلى هذا الوضع؟ هذه حياة الناس، هذه المشكلة. نعم، أن تتحول الحياة المدنية في تعز إلى هذا الصراع. اسمح لنا أستاذ عبد الهادي أن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا الدكتور محمد قحطان سكرتير الدائرة السياسية لمنظمة الحزب الاشتراكي. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور. تعز صراع أجندات وخلاف أيضا بين سلطات، كيف تتابع ما يحدث من تجريف للحياة المدنية في تعز؟ طبعا الأستاذ عبد الهادي العدادي قد تكلم كثير يعني، ولما يعني ما لم يبقي شيء، انما يعني انا اشتي اؤكد على ان الاغتيالات وانهيار الوضع الامني في مدينه تعز يعود لسبب رئيسي. السبب الرئيسي هو انه مدينه تعز منقسمه. تسمى بكتائب ابو العباس، وهي يعني كتائب يفترض انها تكون تابعه للواء 35 يعني، ويفترض انه يكون التحكم فيها من قبل يعني هذا اللواء، وبالتالي يعني يسري عليها ما يسري على
على طبعا على بقيه الكتائب والوحدات في اللواء. القوة الثانية وهي القوة المنضوية في محور الألوية المنضوية في محور قيادة الجيش. وبالتالي مدينة تعز الآن مقسمة ما بين يعني هذه القوتين، القوة الأولى يعني تجد من يناصرها، والقوة الثانية أيضا يعني تجد من يناصرها، يعني بما يعني أنه هناك خلق انقسام يعني داخل الاسم داخل المدينة. والقضية النسبة قضية الاغتيالات والانفلات. نعم. عندما يعني وصلت طبعا التقى بالقوى النسبة والقوى السياسية وممثلة بالتحالف السياسي لدعم الشرعية، وكل القوى السياسية أيدت المحافظ في البرنامج الذي أعلنوه اللي كان على رأسه إنه يعني معالجة الاغتيالات في الجيش والتحرير، ويعني طبعا يعني معالجة الاغتيالات الأمنية، يعني هو تفعيل مؤسسات الحزب وتفعيل مؤسسات الدولة. لكن للأسف الشديد إنه عندما بدأ الموضوع يعني معالجة الاغتيالات الأمنية يعني حصل تعمق ظهر الانقسام ما بين يعني المسيطرين على الضفه الشرقيه يعني والممثله بكتاب ابو العباس، ويعني الالويه الاخرى المنضويه تحت قياده المحور. وبالتالي يعني هذا الانقسام لم يتم معالجته. يعني اذا احنا كنا نتمنى يعني لم تستطع المحافظه ولا السلطات الامنيه معالجه هذا الانقسام؟ هذا الانقسام لو عولج يعني بالتاكيد بيكون هناك قدرات لمطارده الجماعات الخارجه عن القانون، لكن يعني بوجود هذا الانقسام من الصعب جدا انه يتم يعني مطارده الجماعات الخارجه عن القانون وهي متغلغله في وسط المدينه، لانه ترك لها المجال لوقت كبير جدا، وبالتالي تغلغلت في الاحياء السكنيه وصارت يعني جزء من الاحياء السكنيه التي تتواجد بها. صحيح انه معروفه يعني لدى السلطات الاسم ولدى السلطات الرسميه، لكن الانقسام كان هو العائق، وبالتالي ينبغي يعني على المحافظ والجيش والامن انه يعالج اولا هذا الانقسام، بحيث انه الكتائب المسلحه المتواجده يعني داخل المدينه ينبغي ان يعاد توزيعها، وهذا الكلام اكد على اكثر من مره انه يعاد توزيعها خارج المدينه، تروح للاسمه تروح للجبهات المواجهه، الالويه ايضا تفتح معسكرات، وبالتالي افراد الاسمه افراد الجيش ينبغي ان يعني ان يتم تأطيرهم في هذه الاسمه في هذه المعسكرات ومتابعتهم بشكل مستمر، ويعني اخراج المدينه من الانفلات المسلحين والذين هم للاسف الشديد يعني يتبعون اما الجيش واما الامن. ولذلك انا بعتقد بانه قضيه الاغتيالات وقضيه القتل اليومي اللي الان يعني يتصاعد في داخل المدينة لم ينتهي إذا لم تنتهي القضية الأساسية وهي قضية الانقسام داخل المدينة. نعم، إذن هناك من يقول أن الأحزاب السياسية دكتور محمد هي أحد أبرز أسباب خذلان تعز، ما رأيك؟ ما هو صحيح، أنا أعتقد أنه الأحزاب السياسية من أول ما وصل المحافظ إلى المدينة يعني التقت فيه وأكثر من مرة، وأيدت يعني توجهات المحافظة الرامية لضبط الأمن داخل المدينة ومطاردة الجماعات الخارجة عن القانون، وأيدت كافة الإجراءات. لكن نحن بنقول بأنه يعني التراخي في عملية يعني معالجة الاغتيالات في الجيش من ناحية، واللي طبعا يعني وقضيه الانقسام الحاصل داخل المدينه، في تراخي، وانا اعتقد انه في قوه يعني قوه خارجيه هي اللي يعني تعيق اي تقدم يحصل في مساله ازاله هذا الاختلال. لو ان الجيش تم استكمال دمج المقاومه بالجيش بصوره صحيحه، وبقيت
وعيدت هيكلته بصوره صحيحه وعُلدت الاختلالات التي في الجيش. يعني على فكره الجيش مش حسب المعلومه اللي قالها الزميل عبد الهادي انه يعني 30,000، المعلومه اللي عندنا انه قد تجاوزت ال 40,000 جندي اللي محسوبين على محور الجيش في تعز، وبالتالي هذا عدد هائل جدا. لكن للاسف الشديد يعني التراخي وعدم الضبط والربط، عدم وجود المعسكرات، عدم اخذ امور الاختلالات بجديه هو اللي يعني يبقي الاختلالات على ما هي عليه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد قحطان سكرتير الدائره السياسيه لمنظمه الحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف. وأعود إليك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، برأيك ما هي مخاطر تأجيل معركة يعني إنهاء الفصائل المقوضة للدولة أيضا وتركها تتراكم وتخلف آثارها البالغة السوء على مدنية تعز وعلى أبنائها أيضا؟ هي لا تخلف آثارها على مدينة تعز وأبنائها، لكنها قد تحول تعز إلى مدينة غير قابلة للسكنة والاستقرار. نحن نتحدث عن محافظة ينضوي فيها قرابة 4 مليون مواطن، 4 مليون مواطن وعددا ربما يقارب 1.5 مليون يتوزعون في بقية محافظات الجمهورية، يظلون منشغلين بحالة تعز. يتم إهمال مسألة التحرير في الجمهورية، يتم ضرب الهوية الوطنية للدولة مع للدولة القادمة، يتم تحويلها إلى دويلات فلان وفلتان، أبي فلان وأبي سعيد. الأسماء ذات الكنيات ليست سوى مشاريع متفجرة ومرعبة، لأنها أسماء متكلسة. نحن نتكلم عن دولة، من منا في تعز بصريح العبارة ضد عودة الدولة هكذا بالمفتوح؟ القوى السياسية بياناتها واضحة، كانت مؤيدة. آخر حملة كانت في تعز قادها اللواء عبد الكريم الصبري وهو وكيل محافظة تعز لشؤون الأمن، وقادها أيضا قائد اللواء 170 العميد عبد العزيز المجيدي، وكان حقق تقدما كبيرا إلى أن تدخلت جماعة أبو العباس، وبالتالي صعدت المنطقة الرابعة، تحركت الجمهورية. لماذا كلما بدأ فرض الدولة في تعز يتم حدوث اختلالات في مناطق أخرى، سواء في قيادة الجيش أو في مارب أو أيضا في المحافظات الجنوبية؟ ما هي الحكاية فيما يخص موضوع تعز؟ هذه المحافظة أعتقد أنها استنزفت بما يكفي. اليوم هل يمكن القول أن الحوثي انتقل إلى الداخل وهو من يمارس الاغتيالات؟ من تم اغتيالاتهم قادة نوعيين شباب في الجيش، أغلبهم من شباب الثورة. هؤلاء يشكلون محاور في المتاريس والأماكن التي يتواجدون فيها. لماذا يستهدف هؤلاء؟ المسألة ليست بريئة، وليست المسألة كما صورها بعض المستهترين قتالا تقتل لأنك تحمل بندقية. المسألة هنا عملا منظم بدقة يجري داخل المدينة، كما جرى تقطيع الأسلاك، كما جرى تدمير المؤسسات، كما جرى إخلال الصورة الذهنية وتدمير حاضنة الدولة. تعتبر تعز أكبر حاضنة اجتماعية للدولة. لماذا هناك إصرارا على هزيمتها أكثر من مرة؟ اليوم الحاضنة لا زالت بيد المحافظة والسلطة الأمنية والأمن والجيش، غدا سوف تنتفض ضد الجميع. أنا أحذر من تراخي السلطة. بدأ الناس يقولون في تعز أن هذه السلطات تكذب وتضحك علينا، نحن نفقد البيئة الحاضنة، نحن قد يتحول السكان إلى الضدية. ما حدث مثلا من معارك البيرين، معارك النشمة، معارك التربة، ألا تحتاج تعز إلى تشخيص؟ نعم. ومساءلة ومكاشفة أيضا من أجل تحمل مسؤولية سواء بالسلطة المحلية أو الأمنية والعسكرية؟ في دقيقة إذا سمحت. هناك تكليف من رئيس الجمهورية للأخ وزير الداخلية ومدير الأمن والأجهزة الاستخباراتية، وأنا أراهن على الأخ وزير الداخلية كثيرا في إعادة اتساق المسألة داخل تعز.
بشكل عام يبدو أننا بحاجة إلى تدخل أشخاص من خارج المحافظة، وأعتقد أن المهندس أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية هو المكلف بإعادة ضبط المسألة الأمنية في كل من مدينتي عدن وتعز، وأعتقد أن العملية سوف تعاد وتتحرك إلى الأمام بحكم أن أجهزة الأمن سواء قوة الأمن المركزية أو الأمن العام أو بقية الأجهزة تتبعه، وكذلك له تفويضا بقيادة القوى العسكرية والأجهزة الاستخباراتية. إذا كانت هذه ما تطلبه تعز فإليها إذن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.